بعد 5 سنوات من الاختطاف والتعذيب، أصدرت المحكمة الجزائية في عدن حكماً ببراءة 14 شخصاً من المتهمين في قضية اغتيال دعاة وأئمة المساجد في عدن. القرار أثار تساؤلات حول كيفية تبرئة المتهمين وكيف يفرج عنهم إذا كانوا متورطين فعلاً، أو من هم الجناة الحقيقيون إذا كان هؤلاء أبرياء. تعيش عدن فوضى أمنية وانتهاكات متزايدة حتى بعد تشكيل المجلس الرئاسي وعودته إليها، فالانتقال رغم مشاركته في مؤسسات الدولة إلا أن أجهزته الأمنية ترتكب انتهاكات دون أي رقابة من أي جهة. قبل أيام قامت قوات تابعة للانتقال المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي باعتقال المحامي مازن سلام وزوجته من أحد شوارع خورمكسر بعدن، وقد طالبت نقابة المحامين اليمنيين في عدن بالإفراج عن سلام وضمان سلامة الوسط القانوني والحقوقي داخل العاصمة المؤقتة عدن. ما هو موقف المجلس الرئاسي من الانتهاكات المتزايدة للانتقال في عدن؟ وهل يزال جهاز القضاء قادراً على أن يقوم بواجبه القانوني لحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين؟ أهلاً بكم. في خطوة مفاجئة قضت المحكمة الجزائية في عدن ببراءة 14 متهماً في قضية اغتيالات أئمة المساجد بعد 5 سنوات من الاعتقال والتعذيب المستمر، خطوة أثارت تساؤلات حول حيثيات وتوقيت هذه الخطوة، وما إذا كان هؤلاء المتهمون متورطين فعلاً في تلك الجرائم أم أنهم أشخاص أبرياء واستخدموا ككبش فداء. المتهمون تعرضوا لأشكال من التعذيب داخل المعتقلات، عوضاً عن ذلك فإن هذه المحاكمات منحت الجناة فسحة لارتكاب جرائم ومنحتهم الإفلات من العقاب، خصوصاً أن هذا الأمر قد يصبح طريقاً لإغلاق ملف تصفية أكثر من 20 داعية وخصماً سياسياً دون كشف الجناة. لم يتوقف سيل الانتهاكات، فعلى الرغم من أن قيادته صارت جزءاً من الدولة والحكومة، إلا أن المجلس الانتقالي لا يزال يمارس الانتهاكات وأعمال الفوضى المنظمة في مناطق سيطرته في ازدراء للنظام والقانون ومبادئ حقوق الإنسان. قبل أيام أقدمت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات على اعتقال المحامي مازن سلام وزوجته المحامية ملاك عبد الحليم، وهو ما دفع نقابة المحامين اليمنيين في عدن لإصدار بيان أدانت فيه الاعتقال غير القانوني للمحامي سلام وزوجته، كما أدانت ارتكاب جريمة أخرى مماثلة بحق المحامي فواز العويضاني الذي تعرض للاعتقال التعسفي من قبل مدير قسم خورمكسر في مارس الماضي. وقبل أيام أقدمت قوات تابعة للانتقال على اختطاف الصحفي أحمد ماهر، وبعد أيام من الاعتقال أصدرت تلك القوات بياناً يتهم الصحفي ماهر بالمشاركة في أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وهو ما فسره مراقبون بالاتهامات الكيدية ومحاولة لتشويه صورة الصحفي الذي لا يزال مخفياً قسراً حتى اللحظة. الانتقالي إذن في الدولة عندما يتعلق الأمر بتوزيع المناصب وتعيين الموالين، وخارج منظومة الدولة والقانون حين يرتكب انتهاكات ميليشيوية تشبه سلوك العصابات. تحدث هذه الانتهاكات والخروقات القانونية في ظل وضع تعيش عدن فيه قبضة أمنية حديدية حولت مدينة النظام والقانون والمدنية إلى مسرح للانتهاكات ومدينة يحكمها أمراء الحروب. يقول مراقبون إن مسؤولية هذا الوضع المتردي تقع اليوم على عاتق مجلس القيادة الرئاسي الذي يوفر غطاء شرعيا للمجلس الانتقالي وميليشياته التي لم تتوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من حساب أو عقاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الذي سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة هنا في الاستوديو، الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي. مساء الخير أستاذ. مساء الخيرات لك أخت آسيا. كما سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ عبد الرحمن برمان المدير التنفيذي المركز الأمريكي للعدالة. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. جميعا أهلا بك. وستنضم معنا لاحقا الأستاذة هدى سراري رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، فأهلا بكم
جميعا ضيوف الأعزاء ومشاهدينا الأكارم. أبدأ من عندك أستاذ محمد، هناك انتهاكات كان يقوم بها الانتقالي ونقول ميليشيا مدعومة من الإمارات، اليوم هذه الميليشيا أصبحت قيادتها في الدولة، ما تبعت هذا الأمر؟ الحقيقة أولا مساء الخير لك والمشاهدين ومرحبا بالضيوف الآخرين. الحقيقة أنه أصبح من المخجل أن نتحدث بعد 8 سنوات من الحرب لاستعادة الدولة اليمنية و8 سنوات من المعاناة ومن التضحيات التي قدمها اليمنيون، والذين يستحقون أن تكون ثمرة هذه التضحيات شيئا ملموسا، لكن نشعر بالخجل فعلا أن نتحدث عن واقع مزرم في العاصمة المؤقتة عدن التي كان يفترض أن تكون هي نموذج يجسد حضور الدولة ويليق بتضحيات اليمنيين طوال هذه السنوات الشديدة والصعبة والمعقدة. المؤسف أنه كنا نتحدث عن عصابة منفلتة أنشأتها الإمارات، ونقول أن الإمارات كونها دولة لديها تعقيدات كثيرة، لديها عقد كثيرة تجاه البلدان العربية، وهي أنشأت المجلس الانتقالي والتشكيلات الموالية له العسكرية من أجل تنفيذ أجندة معينة تتعلق بتنفيذ رغبات هذه الدولة في وأد أحلام اليمنيين في بناء دولة ومستقبل مزدهر، وفي إنفاذ رغباتها في السيطرة على موانئ من عدن وعلى المناطق الحيوية في البلاد وعلى موارد البلاد، وفي أيضا خلق نظام قمعي يشبه النظام القمعي في الإمارات، جزء من تصدير القمع كما يصدر الإيرانيون ثورة الخميني. نحن نشهد أيضا في اليمن تصدير لنظام القمع في الإمارات والسعودية أيضا إلى اليمن، ومحاولة بناء منظومة سلطة لا تتمتع بمشروعية بالتأكيد، لأنه هذه الدول أيضا التي تصدر هذا المنظومة القمعية لديها أزمة في المشروعية السياسية والمشروعية الشعبية، لأنها لا تجسد إرادة شعوبهم، هي سلطات حاكمة بالوراثة. إذن نشعر بالخجل أولا لهذا الواقع الذي تعيشه عدن، انفلات وفوضى منظمة، فوضى منظمة في الانتهاكات والقمع. والأسف الشديد أخت آسيا، يعني من الأشياء المفارقات أنه أسوأ ما لدى ميليشيا الحوثيين في الشمال التي يناضل اليمنيون لإسقاطها تأخذه ميليشيا الانتقالي والجماعات التي أنشأها التحالف السعودي الإماراتي في عدن، وفي ويسعى إلى يعني إلى نشر هذه التجربة وهذا المثال السيء إلى بقية الجغرافيا المحررة في الجنوب وشرق البلاد. وبالتالي نحن أمام مشهد مؤسف للغاية. هناك الآن محاولة لإضفاء نوع من المشروعية السياسية لهذه الجماعات المنفلتة والتشكيلات العسكرية التي كنا نصفها بالميليشيات، تسعى ما بقي من النخبة التي ظلت حبيسة أو رهينة الخارج طوال السنوات الماضية، وكنا نعول عليها أن تساعد اليمنيين أن تقود مرحلة التحول في البلاد لاستعادة الدولة ولإعادة مؤسسات الدولة. اليوم مهمتها الوحيدة هي إضفاء المشروعية السياسية على جماعات عنف مسلح وعلى ميليشيات لا تتمتع بأي مستوى من الإرادة المحلية وتنفذ أجندة خارجية وتعمل على النقيض من أحلام اليمنيين ومن احتياجات اليمنيين الأساسية. اليوم عدن غارقة في الفوضى وغياب الخدمات الأساسية والانفلات الأمني والانتهاكات والقمع ومصادرة الحريات والحقوق ومصادرة كل مظاهر حراك مدني أو سياسي، ومع ذلك يخرج النخبة المهاجرة طوال السنوات الماضية لتتحدث وتتشدق عن إنجازات كبيرة فشلت في معركة استعادة الدولة وفي القضاء على مشروع إيران في اليمن، وراحت اليوم تسوق لإنجازات مزعومة وكاذبة وخادعة للشعب اليمني أنها تسعى لخلق أو للتصالح مع مجموعة لديهم مشروع يعني خاص بهم لا يعترفون بهذه النخبة أصلا، يعني التي تسعى إلى كما قلت إلى إضفاء نوع من الشرعية السياسية طبعا، وهو دور مرسوم كما يبدو
لمجموعة الانتقالي والتشكيلات العسكرية التابعة. نعم. إذن اسمح لنا أستاذ أن نستضيف أيضا الأستاذ عبد الرحمن ونأخذه إلى موضوع يعني تم تداوله أخيرا، وهو قضاء محكمة أو محكمة يمنية ببراءة 14 متهم في قضية اغتيالات أئمة المساجد في محافظة عدن، والجميع تابع ذلك الملف بعد 5 سنوات طبعا من الاعتقال. كيف تابعت الخبر بداية أستاذ عبد الرحمن؟ نعم، هو كان الخبر مفاجئ بالنسبة لي، لأني كنت أتابع قضية هؤلاء 14 وهذه القضية بالذات. هؤلاء أشخاص هم كانوا أعضاء في المقاومة الشعبية، وهم من ساهموا في تحرير مدينة عدن وما حولها، وهم أيضا ينضموا وهم جزء من الجيش الوطني، وتم إلقاء القبض عليهم والتوجيه لهم تهم أنهم ينتموا إلى خلية تتبع دولة قطر، الهدف منها هي اغتيال أئمة المساجد. تم عملية تعذيب كبير جدا وانتزاع اعترافات وتقسيمهم على أوراق هم لا يعرفون ما الذي حدث فيها. القاضي السابق الذي كان ينظر القضية توقف عن نظرها لأنه لم يجد فيها أدلة ولم تكن لديه الجراءة أن يصدر في حكم بالبراءة، لكن أنا أعتقد أنه ما حدث من حكم بالبراءة هو يأتي انعكاس للمصالحة الخليجية. الخليجية لم يعد هناك داعي أن يستمر هؤلاء، قد أنتهت مهمتهم وأنتهت الهدف من اعتقالهم. نحن ما نريده اليوم هو أن يتم سرعة الإفراج عنهم وأيضا تعويض هؤلاء الأشخاص والتحقيق. نعم، حضرتك أستاذ عبد الرحمن كنت ضمن أو عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتابعت ملف هؤلاء وملف أيضا الاغتيالات لأئمة المساجد. يعني السؤال، فيما اعتقل هؤلاء طالما تم الإفراج عنهم يعني أنهم كانوا أبرياء، وأين من قاموا بعمليات الاغتيالات طالما هؤلاء أبرياء؟ معروف من قام بعمليات الاغتيالات ولم يعد هذا الأمر خافي على أحد. هنا في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس شركة أمنية كبيرة ظهر على وسائل الإعلام الأمريكية وقال أنه ذهب إلى عدن مع فريق متخصص بعد أن وقع عقد مع الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عمليات الاغتيالات، وصفهم بأشخاص متشددين. وذكر العضو مجلس النواب إنصاف مايو عندما حاولوا عملية اغتياله ولكنه نجا بعد أن انفجرت سيارة بالقرب من مقر التجمع الذي كان موجود فيه إنصاف مايو. وأيضا هناك يعني أشخاص تم إلقاء القبض عليهم في عملية اغتيال الشيخ راوي، واعترفوا اعترافات واضحة بأنه من وجههم هو هاني بن بريك، وأن مسؤول إماراتي شكرهم بعد أن نفذوا العملية مباشرة، ذهبوا والتقوا فيه وشكرهم على هذا وأعطوهم مبالغ مالية مقابل ذلك. ملف هذه القضية في النيابة وتم إحالته للمحكمة، لكنه لا زال واقف بعد أن اتضح من يقوم. إذا كان هذه العمليات التحقيق تمت في ظل سيطرة المجلس الانتقالي على القضاء، في ظل سيطرة المجلس الانتقالي على الأجهزة الأمنية، في ظل سيطرة الانتقالي على جهاز البحث الجنائي الذي أجرى التحقيقات في هذه، والتحدث بكل وضوح في محاضر جمع الاستدلالات في محاضر النيابة العامة، اعترف هؤلاء المتهمين بأنهم كلفوا من قبل هاني بن بريك ومن قبل الإمارات لتنفيذ عملية الاغتيال. أنا أقول أنه عمليات الاغتيال كانت تتم في عدن في ظل قبضة أمنية شديدة في على بعد كل 200 متر يوجد نقطة أمنية. أنا كنت في عدن ورأيت أمامي مسؤول أمني تم اغتياله وكانت هناك نقطة أمنية، كانوا العسكر يتفرجوا لاثنين نزلوا من فوق سيارة هيلوكس، أطلقوا النار على الشخص الذي هو مسؤول أمني. وبعد أن عدت إلى الفندق وفتحت اللابتوب ورأيت اسم هذا الشخص، وأنه كان هناك قرار من عبد الرب منصور هادي تعيين على وشك الصدور تعيينه في منطقة أمنية محددة، لكنه تم اغتياله وأمام الناس جميعا، ورأيتهم يمشون بطمأنينة وكأنهم نزلوا إلى البقالة لشراء شيء ثم عادوا إلى سيارة ثم انطلقوا بسلام. عمليات الاغتيال هي عمليات منهجة، عمليات ممولة، فالذي الذي كان يحميهم هي النقاط الأمنية كانت تحميهم عندما ينفذوا هذه العمليات ثم ينطلقوا ويعودوا إلى أماكنهم سالمين.
ولم يتم القبض على أحد منهم، ومن قبض عليه اتضح بأنه يتبع هذه الجماعة المسلحة والجماعة المجلس الانتقالي. نعم، إذن أعود لك أستاذ محمد. أستاذ محمد، تعقيبا على هذه النقطة، تم الإفراج عن 14 شخص، تم سجنهم 5 سنوات دون دليل حقيقي، وكان الأستاذ عبد الرحمن يتابع هذا الملف، ما هو تقييمك لما حدث؟ يعني أخت آسيا، الجميع يعرف أنه يعني عندما جاء التحالف إلى العاصمة المؤقتة عدن، كثير من قادة المجتمع استقبلوا قوات التحالف وقاتلوا جنبا إلى جنب لطرد ميليشيا الحوثيين من العاصمة المؤقتة عدن، لكن سرعان ما تغيرت بوصلة التحالف لتصفية هؤلاء القادة أو كثير من هؤلاء القادة وأئمة المساجد، وكان هذا برعاية الإمارات، يعني برنامج الاغتيالات التي تم في العاصمة المؤقتة عدن. هناك تقارير في الحقيقة استقصائية تحدثت عن هذا الموضوع واستئجار الإمارات لمرتزقة أجانب نفذوا عمليات اغتيال، ثم عهدت إلى مجموعات مسلحة محلية للقيام بنفس الدور، واستمرت عمليات الاغتيالات. هؤلاء الذين اعتقلوا وعذبوا وأخفوا قسريا أريد تقديمهم ككبش فداء، أرادت السلطات الموجودة، سلطات الأمر الواقع، الميليشيات الحاكمة في عدن، أن تتملص من مسؤوليتها إزاء جرائم الاغتيالات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وأن تعمل على ذر الرماد في العيون من خلال إلقاء التهمة على مجموعة من الأشخاص. هؤلاء الأشخاص أنفسهم كانوا جزءا من المقاومة، لكنها لم تستطع أن تثبت عليهم التهمة، ومارست بحقهم التعذيب والتنكيل. وعندما يعني مرت سنوات دون أن تستطع إدانتهم، الآن تم إطلاق سراحهم بقرار من المحكمة، المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن. نحن أمام مشهد يعني معقد للغاية، ومشهد يدعو للأسف كما قلت مرة أخرى، في العاصمة المؤقتة عدن يتم انتهاك حقوق الإنسان، ثم يتم إلصاق التهمة بطرف آخر جزء من دائرة الاستهداف، يعني نوع من التلاعب بالحقيقة، نوع من الفوضى التي يراد للعاصمة المؤقتة أن تبقى داخل دائرة هذه الفوضى. وفي الأخير هناك ضحايا، وهناك مجتمع يئن تحت وطأة حكم هذه الميليشيا، وكما قلت في بداية حديثي، للأسف هذه هي أسوأ ما لدى ميليشيا الحوثيين، يتم تنفيذها بحذافيرها لدى السلطات الأمر الواقع والميليشيات التي أنشأتها الإمارات ثم دعمتها السعودية لاحقا وأضفت عليها نوعا من المشروعية السياسية. يعني نحن أمام وجه آخر للميليشيا في صنعاء، الميليشيا الحوثية التي يعني انتفض اليمنيون كلهم لرفضها ولنبذها، ولا تزال منبوذة ميليشيا الحوثيين حتى هذه اللحظة، رغم سطوة سلطتها وقمعها وأدواتها القمعية في كتم أنفاس المجتمع تحت سيطرتها. لكن أيضا في نفس الوقت أيضا كل التجارب والممارسات السيئة التي تمارسها ميليشيا الحوثيين تنتقل إلى المناطق المحررة على يد الميليشيا التي يعني أنشأها التحالف ودعمها طوال السنوات الماضية. كان المشكلة أستاذ محمد يعني أن هناك استمرار في هذه الانتهاكات، هناك اختطاف صحفيين وإلصاق تهم بهم، سنتحدث عن هؤلاء ولكن بعد العودة للأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، يعني كيف يتعامل المجتمع الحقوقي بهذا البرود أمام هذه الجرائم من الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي ما زالت مستمرة ولأن تمارس كجزء من الشرعية؟ أتفق تماما أن هناك برود كبير جدا في مثل هذه القضايا. لدينا مجتمع الحقوقي المحلي هو إما المنظمات قد تعرضت لضربات قوية بعد انقلاب جماعة الحوثي وأغلق مقراتها وكانت منظمات فاعلة، أو منظمات قامت بالاصطفاف مع أطراف النزاع. انقسم المجتمع المدني في اليمن إلى مبرر للجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي أو التي يرتكبها الإمارات وأتباعها وحلفائها أو التحالف العربي بشكل عام. هناك عدد قليل جدا من المنظمات ومن الناشطين هم من لا زالوا يمثلوا صوت الضحايا في الشارع اليمني،
بينما هناك الجانب الأكبر يمثل صوت الجلاد وصوت المنتهك. أيضا المجتمع الدولي خذلنا نحن في اليمن عندما كانوا قبل الحرب وكانت الدنيا لا زال لدينا دولة ولن كانت ركيكة، لا كانت يضج المجتمع الدولي لأبسط القضايا التي ترتكب في اليمن مثل الزواج الصغيرات الذي كنا نناضل ونجاهد من أجل أن نلغيه، وقضايا بسيطة جدا كانت المجتمع الدولي يأتي. لكن اليوم المرأة والرجل والمدنيين يتعرضوا لانتهاك، يتعرضوا لانتهاك في حقهم في الحياة، في حقهم في السلامة، في حقهم في الكرامة، يعتقل الأشخاص ويتعرضوا للتعذيب حتى الموت، ولا نجد إلا أصوات خجلة هي التي يعني تناضل وتردد على هذه الانتهاكات ببيانات ربما تكون تتجاوز البيانات والإدانات. لكن هناك أيضا عمل وإن كان جهد قليل لكنه مستمر من أجل ملاحقة هؤلاء الأشخاص أمام كل الوسائل. وقد رأينا كيف استطاع المجتمع المدني في سوريا وفي أوروبا أن يحاكم كثير ممن انتهكوا حقوق الإنسان في سوريا، هم اليوم أمام المحاكم الأوروبية معتقلين في معتقلاتها ويلاقوا أحكام. أيضا هناك حكم قضائي صدر قبل أيام على أحد من ارتكبوا انتهاكات كبيرة جدا بحق المعارضة الإيرانية وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. نحن نستمر في عملية الرصد وأيضا في تجميع هذه الجهود من أجل أن إيقاف هذه الانتهاكات ومن أجل محاسبة كل من يرتكب انتهاكات من هذا النوع ضد أبناء الشعب اليمني. نعم، إذن تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة هدى صراري رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات. مساء الخير أستاذة هدى. مساء النور. دعيني بداية أستاذة هدى أسألك حول هذا الملف الذي نتحدث عنه، وهو ملف بعد اعتقال لمدة 5 سنين وتعذيب أيضا براءة متهمي اغتيالات أئمة عدن 14، كيف تابعتي هذا الخبر؟ طبعا بالنسبة لمسألة الاعتقالات التي كانت تحدث منذ أواخر 2015 وتلاها بعد 2016 إلى يومنا هذا، كانت كل الاعتقالات التي تحدث هي خارج نطاق القانون وكذلك أيضا مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي كل من تم اعتقالهم تعسفا وتم إخفائهم أو تعذيبهم لم يتم إحالتهم بشكل مباشر إلى النيابة وتم إخفائهم لعدد من السنوات ومن ثم إحالتهم إلى بئر أحمد لتأتي بعدها النيابة العامة وتنظر بالتهم التي لفقت لهؤلاء وتصدر أحكام بالإفراج لعدم كفاية الأدلة أو لعدم يعني لعدم كفاية الأدلة أو لأن التهم التي ألصقت بهم هو عبارة عن تهم كيدية ولا توجد يعني أي قرائن أو أدلة تدين هؤلاء المعتقلين، وبالتالي حتى مسألة تصوير المعتقلين هؤلاء بمقاطع فيديو ونشرها تحت التعذيب لاستخراج بعض الاعترافات هي بالتالي أيضا جريمة يعاقب عليها القانون. يعني الآن بعد إصدار أوامر الإفراج عليهم لم يتم تعويضهم ولم يتم الاعتذار لهم أو رد اعتبارهم وخرجوا، وحتى بعد إصدار أيضا أوامر من النيابة بالإفراج عنهم ترفض الجهات التي اعتقلتهم بأن تفرج عنهم. يعني هناك أيضا مخالفة صريحة لأوامر النيابة، وبالتالي كل هذه الممارسات التي ارتكبت منذ اليوم الأول لاعتقالهم وإخفائهم وتعذيبهم ومن ثم إصدار أمر إفراج هي كلها مخالفة للقانون وانتهاكات جسيمة تناهض القوانين وقوانين الإجراءات الجزائية في اليمن وكذلك القانون الدولي المختص بحقوق الإنسان، وينبغي معاقبة هذه الجهات لأنها أولا جهات خارجة عن أطر الدولة لا غير منطوية تحت أجهزة إنفاذ القانون، هي عبارة عن ميليشيات مسلحة لا تفقه بالإجراءات الاعتقال أو القبض أو التحقيق أو الإحالة وكل ما يتعلق بهذه الأمور القانونية، وبالتالي ينبغي إيقافهم عند حدهم خاصة بعد تعيين
النائب العام ينبغي إيقاف هذه الممارسات التي تمارسها هذه الميليشيات أو التشكيلات العسكرية الخارجة عن إطار الدولة، وكلها جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان. نعم أستاذة هدى، كنت ولازلت من المهتمين بملف المختطفين والمخفيين قسرا، كيف تابعت تطورات هذا الملف؟ طبعا للأسف كل أطراف النزاع في اليمن ترتكب مثل هذه الانتهاكات بلا هوادة، وما زالت ترتكب هذه الانتهاكات منذ اندلاع الحرب وحتى يومنا هذا. هناك استغلال خطير للقانون وللمحاكم الجزائية في مناطق سيطرة الحوثيين، وكذلك أيضا عدم وتعطيل القضاء في المحافظات التي الواقعة تحت سيطرة الشرعية، خفتان دور النيابة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون أعطى فرصة كافية ومساحة كافية لارتكاب انتهاكات وممارسات بحق المواطنين والمعارضين وبعض الأحزاب السياسية داخل المناطق المحررة. هناك معتقلات وأماكن غير رسمية يتم إيداع المحتجزين بها دون إحالتهم لأجهزة إنفاذ القانون وللنيابة. ما زال الصحفيين يعتقلون، لدينا رصد لحالات اعتقال صحفيين، محامين، مواطنين، أيضا حالات سابقة تم إخفائها وما زلنا نتابعها لكن دون أي تصريحات رسمية من الجهات المسؤولة عن إخفائها. ما زال مرتكبين هذه الانتهاكات يتصدرون مواقع صنع القرار. لا تستطيع أجهزة إنفاذ القانون التصرف معهم أو التحقيق معهم أو حتى يعني العمل بالقرارات قرارات النيابة والقرارات القانونية التي تصدر من أجهزة إنفاذ القانون يتم رفضها، وبالتالي ما زالت الانتهاكات حتى اليوم وإن خفت لكنها ما زالت تمارس وترتكب حتى اليوم. نعم أستاذة هدى، تتحدث مصادر عن وفاة المحتجز مضاد صالح سعد راجح في شرطة مدينة الشعب بعد اعتقاله بساعتين، وقد تم اعتقاله بطريقة غير قانونية وبدون أي تهمة. ما صحة ذلك وما هي الأخبار لديك؟ طبعا تم رصد هذه الواقعة وما زلنا نتواصل مع الأهل وما زال أهل المجني عليه متمسكين بكلامهم أنه بعد اعتقال المجني عليه تم الاتصال بأهله وقالوا أن وذهبوا يعني وقالوا أنهم يجب الذهاب إلى قسم الشرطة لاستلام جثته. طبعا هم رفضوا مبدئيا استلام جثة المجني عليه، لكن قسم شرطة الشعب أو البريقة تقريبا يصر على استلام الجثة وعلى عدم رفع شكوى بطلب النيابة بالتحقيق في الواقعة وإحالة الجثة المجني عليه إلى الطب الشرعي، وبالتالي من خلال الرصد وتوثيق إفادة أهل المجني عليه وحيثيات القضية هناك انتهاكات وقعت على المجني عليه، ترفض النيابة الاعتراف بها وترفض أيضا يعني فحص جثة المجني عليه من قبل الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وما زلنا نتابع القضية حتى الآن. نعم، هل تستطيع أسرة المجني عليه الذهاب للقضاء قبل استلام الجثة؟ نحن نصحنا طبعا هي الآن يعني تمشي بالإجراءات القانونية وتتخذ المسار القانوني حتى الآن، ولكن هناك ضغط يعني أهالي المجني عليهم من أبناء الخيسة، ناس بسطاء على قد حالهم لا يعرفون بالمسار القانوني ولا بثغرات القانون، وبالتالي يعني نحن نصحناهم بأن لا يقوموا باستلام الجثة ولا يوقعوا على أوراق صادرة من النيابة، خاصة النيابة التي قامت باعتقال المجني عليه ولدهم، وأن يرفعوا شكوى مباشرة لأنه تقرير الطب الشرعي لا يمكن أن يتم إلا بأمر من النيابة العامة، وبالتالي يجب رفع شكوى أو بلاغ إلى النيابة العامة بطلب عرض الجثة على الطب الشرعي حتى يتم تشريحها ومعرفة أسباب الوفاة، ونحن نصحناهم باتخاذ هذه الإجراءات القانونية وننتظر حتى أن يتم البث فيها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذة هدى صراري رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف. تعليقك أستاذ محمد حول هذه القضية.
يعني في الحقيقة بين الفينة والأخرى أخت آسيا، الأنباء تتحدث عن وفاة سجناء ومعتقلين ومخفيين قسرا في سجون تابعة للمجلس الانتقالي في عدن. يعني قبل أسابيع كان هناك حديث عن شاب اسمه محمد الجعدني اعتقل وتوفي تحت التعذيب، محمد الجعدني تحت التعذيب بعد اعتقاله من نقطة تفتيش على مدخل مدينة زنجبار واقتيد إلى يعني إلى سجون الانتقالي في عدن. نتحدث عن سجون، أولا بعض السجون تابعة لوزارة الداخلية شكلا، يعني كانت ضمن السجون التابعة للداخلية، ولكن أيضا هناك سجون أنشأتها الميليشيات والتشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي في فترات سابقة، من بينها مثلا سجن وضاح سيء السمعة وهو كان عبارة عن قاعة للأعراس أو للمناسبات وحول إلى سجن. فكل فترة وأخرى يجري الحديث عن ضحية جديدة، لأنه هناك يعني هناك مناخ سائد للإفلات من العقاب، لا توجد مؤسسات إنفاذ قانون بمقدورها فتح تحقيق في أي دعاوى أو شكاوى تعرض للتعذيب أو اعتقال يعني تقييد حرية أو إخفاء قسري. وحتى التوجيهات كما قالت الأخت هدى يعني وهي مشكورة في الحقيقة على نضالها وصوتها في الدفاع عن الضحايا الانتهاكات في عدن، لا حتى الأوامر الصادرة من النيابة أو مؤسسات إنفاذ القانون القضاء لا تستجيب لها السلطات الأمر الواقع في العاصمة المؤقتة عدن، ولا تلقي بالا أيضا لهذه الأوامر أوامر النيابة. يعني في الفترات السابقة كان هناك أوامر عدة صدرت من النيابة لإطلاق سراح معتقلين أمضوا فترات في رهن الإخفاء القسري ثم ظهروا معتقلين، ولكنها ولكن لم يطلق سراحهم. نحن نتحدث كما قلت عن يعني وجه آخر لميليشيا الحوثيين لا يختلف في السلوك والممارسات عن ميليشيا الحوثيين فيما يتعلق بكرامة الإنسان وحقوقه ومصادرة حرياته وأيضا عدم الاحترام على الأقل حتى الاحترام لجهات القضاء يعني. نعم. بل بالعكس، يعني في العاصمة المؤقتة عدن تم تعطيل حتى ما يوجد من هامش للسلطة القضائية لمزاولة نشاطها على الأقل في متابعة هذه القضايا، يعني قضايا الاعتقال والإخفاء القسري والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون طوال السنوات الماضية. إذا كما قلت يعني نحن نتحدث عن واقع مزري للغاية في العاصمة المؤقتة عدن، ويزداد سوءا، وهناك محاولة لتطبيع هذا الواقع، بل محاولة أيضا لتصوير هذا الواقع المزري في العاصمة المؤقتة عدن على أنه إنجاز يعني. وإضفاء نوع من المشروعية على الميليشيات والكيانات التي تقوم بهذه الممارسات وهذه الانتهاكات على نطاق واسع. لكن أنا في الحقيقة أيضا أقول أنه رغم كل هذا الواقع القاتم في العاصمة المؤقتة عدن، رغم كل هذه الانتهاكات، الجميع يرصد، هناك رصد وهناك توثيق لهذه الجرائم ولهذه الانتهاكات. وكما أن هناك اليوم محاكمات أشار إليها الأستاذ عبد الرحمن برمان في أوروبا وفي يعني خاصة في أوروبا وفي الغرب لقيادات وضباط كانوا جزء من نظام بشار الأسد المجرم في سوريا وانتقلوا إلى هذه الدول ولوحقوا وتم القبض عليهم، وهم الآن يحاكمون أمام محاكم. أيضا في نفس الوقت كل من تورط في دماء اليمنيين وفي انتهاك حقوقهم وحرياتهم وفي ممارسة التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء سوف تطاله يد العدالة متى حان الوقت المناسب لذلك. هذا لا شك في هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن أن يسكت أيضا المجتمع اليمني والشعب اليمني، سواء هذه الجرائم ارتكبتها ميليشيا الحوثيين وهي صاحبة السبق والسجل الأكبر في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن دون شك، أو أيضا الميليشيات والجماعات والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي أو المدعومة من التحالف، بل إن التحالف السعودي الإماراتي أيضا يتحمل مسؤولية جنائية ومسؤولية مباشرة على دعم كيانات وتشكيلات مسلحة متورطة في جرائم انتهاكات لحقوق الإنسان. ونتحدث أيضا حتى عن ميليشيات في ليبيا على سبيل المثال الآن تحاكم أمام
محكمة العدل الدولية، وهذه الميليشيات دعمت من طرف الإمارات سابقا، وكذلك أيضا ما يتعلق بالوضع في اليمن. أستاذ عبد الرحمن، لو سألناك حول هذه النقطة، يعني أسرة يتم اعتقال ولدها، تكتشف أنه توفي بعد ساعتين من الاعتقال بصيغة أو بطريقة غير قانونية، تم اعتقاله ويعني يقول لهم فقط تعالوا استلموا جثة ابنكم، ما هو التصرف الذي يجب على هذه الأسرة أن تقوم به؟ وكأننا في غابة، يعني لا حكم قضاء يتم تنفيذه ولا أوامر نيابة يتم تنفيذها، كيف يمكن التعامل بهذا الشكل؟ هو طبعا يجب على الأسرة كما ذكرت الأستاذة هدى، أولا تقديم بلاغ للنيابة العامة، أيضا طلب الطبيب الشرعي لتجريح تشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، هذه أول نقطة. ثم بعد ذلك تطلب من النيابة العامة البدء بعملية تحقيق في أسباب الوفاة التي حدثت. مهما كان يجب أن يكون هناك ملف لهذه القضية، حتى وإن كان القضاء ضعيف لكن هي تعتبر عملية توثيق، فحفظ الحقوق أولياء الدم أو أولياء الضحايا، يجب أن تسجل هذه الانتهاكات في ملفات وفي مذكرات رسمية من قبل القضاء، حتى تستطيع هذه الأسر أن تحافظ على حقها في الاقتصاص ممن ارتكب هذه الجرائم، وأيضا حقهم في التعويض العادل وحقهم في الاعتذار من قبل السلطات التي أهملت حياة المواطنين، التي تخلت عن مسؤوليتها في حماية مواطنيها. اليوم الجرائم التي ترتكب في حق المواطن في عدن، تشترك الحكومة ويشترك المجلس الرئاسي في جرمها، بسبب أن هناك صمت من قبل هذا المجلس، لم يتحرك رئيس المجلس والأعضاء المجلس لإيقاف هذه الانتهاكات. أيضا إذا قلت شيء ابدأ رأيهم ورفع صوتهم ورفضهم لهذه الانتهاكات التي تمارس. الإشكالية أستاذ عبد الرحمن، أيضا حتى القضاء حين برأ هؤلاء 14 متهم لم يصدر حكم في من سجنهم، لم يتحدث عن يعني تعويض لهؤلاء عن الخمس السنوات التي ضاعت من حياتهم، وكأن المسألة كانت خطأ وتم إصلاحه وضاعت خمس سنوات على إثرها من حياة هؤلاء، وأيضا صحتهم ونفسيتهم وغيره. هو طبعا على هؤلاء الأشخاص أن يلجأوا إلى القضاء مرة أخرى ويرفعوا دعاوي قضائية بحق من أنتهك حقهم ومطالبتهم بالتعويض والاختصاص بمن قام بعملية الاعتقال. يعني لا يمكن إسقاط حق أي مواطن، هذه الجرائم هي موثقة، هناك ملف للقضية، وهناك في ملف القضية الموجود ونسخة مع أهالي الأهالي المعتقلين وأيضا محاميهم، يوثق تاريخ الاعتقال ويوثق أيضا تاريخ الإحالة إلى النيابة العامة، وهذه الجرائم التي ارتكبت ظلوا هؤلاء مخفيين جسريا لأشهر ربما لسنوات، وفي الأخير أحالهم إلى المحكمة من أجل محاكمتهم في جرائم لا علاقة لهم بها، لكنهم أرادوا أن يغطوا على المتهمين الأساسيين. وبذلك أنا أقول أنه على هؤلاء أن لا يتنازلوا عن حقهم بعد أن يتم الإفراج عنهم، يجب أن يعودوا مرة أخرى من أجل المطالبة بحقوقهم، ولن يضيع حق وراءهم طالب. نعم أستاذ محمد، يعني لم تتوقف الانتهاكات ولن تتوقف، يعني مثلا الصحفي المختطف والمخفي قسريا من قبل قوات الانتقال أحمد ماهر يواجه تهمة المشاركة في عمليات جسيمة، برأيك كيف يمكن لصحفي أن يشارك بهذه العمليات الجسيمة؟ يعني واحدة أيضا من الأمثلة الصارخة للأسف الشديد، الزميل الصحفي أحمد ماهر ظل صوت الناس البسطاء في عدن، وكان دائما إلى جانب المجتمع في عدن، وأحد الأصوات الإعلامية أيضا التي رافقت بطولات المقاومة الشعبية في بداياتها في عدن ضد اجتياح ميليشيا الحوثيين، ولكن مع ذلك يتم اعتقاله، اختطافه بشكل همجي
مع شقيقه واقتيادهما إلى جهة مجهولة، وحتى اللحظة لا يزال رهن الإخفاء القسري. يعني في الحقيقة حادثة مؤسفة جدا وغير لائقة. يعني كيف يمكن لشاب أمضى سنوات من عمره ومن جهده في الدفاع عن أبناء عدن وعن الناس وعن البسطاء وعن المواطنين وعن الشعب، وفي الأخير يتم هدر حقه على الأقل في معرفة مكانه والتهمة التي وجهت له، ثم يحاولون تشويه سمعته؟ كان طوال الوقت موجود في عدن، لماذا ظهرت هذه التهمة فجأة بعد أن تم اقتياده وإخفاؤه قسريا مع شقيقه؟ وهناك أنباء للأسف ربما نتمنى ألا تكون صحيحة، أن حياته في خطر جراء التعذيب الذي يتعرض له. وبطبيعة الحال عندما يخفى الضحية قسرا ويمنع من التواصل مع أسرته، فإن فرص تعرضه للتعذيب أو احتمالات تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة كبيرة جدا. أنا أناشد من هنا كل من له قدرة على إطلاق سراح الزميل الصحفي أحمد ماهر أن يسارع إلى العمل والضغط على السلطات والأمنية في عدن وعلى القوات التي اختطفت الزميل الصحفي أحمد ماهر، أن يساعد في الوصول إليه ومعرفة تحديد مكان احتجازه وإطلاق سراحه فورا. وإذا كان عليه تهمة بالفعل أي جهة متضررة من نشاطه الصحفي أو الإعلامي، بمقدورها أن تتوجه إلى المحكمة لتقديم بلاغ بحق هذا الصحفي إذا كان قد أساء على سبيل الاحتمال أو على سبيل الافتراض أنه قد أساء استخدام ممارسة المهنة مثلا في الإضرار بشخص أو جهة أو ما إلى ذلك. لكن الجميع يعرف أنه من خلال السلوك اليومي للسلطات الأمنية في عدن وللميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي تحديدا لا تتورع عن اختطاف أي شخص وتلفيق أي تهمة له ومحاولة تشويه سمعته، إما تارة بالحديث عن العمالة لجماعة الحوثيين أو تهمة القاعدة والإرهاب وغير ذلك من التهم، بما في ذلك يعني الضحايا هؤلاء الذين نتحدث عنهم أطلق سراحهم، وكانت تهمتهم أكبر من أن يتحملها هؤلاء عندما تم القبض عليهم ومحاولة تقديمهم كبش فداء لجرائم الاغتيالات في عدن. ولكن في المحصلة ظهرت براءة هؤلاء، وبالفعل نتمنى أنه كل من تعرض لانتهاك أو سوء معاملة أو مصادرة لحقه في السلامة الجسدية والمعنوية ألا يستكثر على نفسه تقديم بلاغات للنيابة العامة لمنظمات حقوق الإنسان، أن يوثق هذه الانتهاك أو هذا الانتهاك الذي تعرض له هو أو أحد أقاربه. أستاذ عبد الرحمن، كنا عادة ما نتحدث عن خطورة غياب الدولة، ولكن الآن نتحدث عن جرائم ترتكب بأدوات الدولة، ليس فقط الصحفي أحمد ماهر ولا المحامي مازن سلام وزوجته ولا ولا ولا، القائمة تطول ولن تنتهي طالما يتم استخدام أدوات الدولة، فما الحل؟ حقيقة الحل هو استمرار المقاومة المدنية، استمرار أن نرفع أصواتنا نحن كحقوقيين وناشطين وأنتم كإعلاميين، وما هذه البرامج التي نراها كل يوم تتحدث عن انتهاكات إلا نوع من روح المقاومة الشعبية المدنية التي تسعى إلى فضح هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، وأيضا ملاحقة هؤلاء الأشخاص وكل الوسائل المتاحة قانونا. يجب على اليمنيين أن لا يرضخوا ولا يقبلوا هذا الضيم، هذا الظلم الذي يتعرض له. نحن نرى اليوم أحمد ماهر الصحفي الذي لم يؤذي أي إنسان في حياته، وأيضا المحامي والناشط الحقوقي مازن مع زوجته يعتقل ويتم اعتياده إلى جهات مجهولة. يعني نحن أمام توحش غير عادي غير طبيعي. هناك محاولة لإسكات كل الأصوات التي تدافع عن المجتمع، هناك محاولة لإزالة الشهود من مسرح الجريمة. مسرح الجريمة هي اليمن بأكملها، اليوم تحولت إلى مسرح جريمة، واليوم اليمن كلها جمعة كرامة ترتكب فيها الانتهاكات على نطاق واسع، ولكن يراد أن ترتكب هذه الانتهاكات بعيدا عن أعين الشهود وبعيدا عن أعين المقاومين وبعيدا عن أعين الشرفاء من أبناء المجتمع اليمني. لكننا نقول أن هناك اليوم اليمنيون يتوحدون، واليوم هناك صفين، الأثالث هما صف مع اليمن وصف مع الشعب وصف مع
حقوق الإنسان ومع الدولة ومع النظام ومع القانون، وهناك الصف الآخر والصف الذي يطبل لهذه الانتهاكات والذي يبرر لها. هؤلاء شركاء في هذه الدماء، وهم شركاء في هذه الأموال التي تنهب، وشركاء في كل جريمة ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي عبد الرحمن برمال، المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، كنت معنا عبر سكايب. وأشكر لك أيضا أستاذ محمد الأحمدي، صحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم شكري مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.